ما تواخذينا لسه ما باركنا. أختي شو هالحكي؟ بعدين ليش أنتو غرب يعني؟ تسلمي، بس الواجب واجب. تفضل. يسلموا. تفضل يا أمي. يا عروس. تفضل بابا. يسلموا يا بنتي. وينو جوزك؟ جوا بغرفته. وشو عم يساوي بغرفته؟ قاعد عم يلعب. معقول شو هالحكي؟ أبوه عطاه شغل مشان يصلحها، هي بس عم تمزح. روحي ناديله. أنا رح ناديله. أمي تعالي معي. بالإذن. وكيف الشغل؟ ليكي وليه؟ كيف بتحكي عن ابني بهي الطريقة؟ والله لسانك بقصه من محله، عم تفهمي؟ ليش أنا شو حكيت؟ في وحدة فهمانة ومربهية بتقول إنه جوزها عم بيلعب؟ أنت وحدة ما بتستحي؟ أمي خرسي، خرسي واسترجي مرة تانية تحكي كلمة على ابني قدام العالم، والله بنتفك. ها؟ أمي غيوم، وين باقي الجوزات هدول ناقصين؟ إذا بشوفك عم تلعب مرة تانية، والله لأكسر لك هاي الجوزات على راسك. ولا لا ما فيكي. وليش ما فيني؟ لأني تجوزت وهلأ صرت رجال. قلت لي صرت رجال ما؟ الله يحمي لي هالرجال. لكن طالما صرت رجال روح ربي لي هالخانم مرتك وعلمها تسمع الكلمة. غيوم فوتي لجوا، بدنا ننام. ايه طبعا حقك، يلا روح نام. تحركي يا خانم، جوزك عم ينادي لك شبك. يلا خليه رضيان عليكي، مفهوم؟ با إيه لك خوفتني شبك. شبك ليش خفتي؟ شوفي ولا شي، خلص انسي. شوفي يلا حكيلي. لأنه دبلت. شو قصدك الوردة؟ عادي طبعا رح تدبل. بس ما كان بدي اياها تدبل، كتير كانت حلوة. ايه انا جبت لك اياها، بس ليكي كيف دبلت. يعني كنت جايبها مشاني؟ عن جد لإلي؟ يسلموا، كتير حلوة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.